ارتفع عدد ضحايا اشتباكات مخيم عين الحلوة في لبنان إلى 15 قتيلا وأكثر من 150 جريحا. تجددت الاشتباكات بعد هدوء نسبي كان قد شهده المخيم لتصل إلى ذروتها عصر أمس، حيث احتدمت جبهات القتال دفعة واحدة ودامت لساعات بعد منتصف الليل. استخدمت خلال هذه الاشتباكات قنابل مضيئة وقذائف مدفعية وصاروخية، كان يسمع دوي انفجارها في أماكن بعيدة عن عمق الجنوب. جاء تجدد الاشتباكات بعد اتفاق بين قيادتي حركتي فتح وحماس في بيروت تم التوصل إليه الاثنين على المضي قدما بالالتزام بوقف إطلاق النار في المخيم وتسليم المتهمين باغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني أبو أشرف العرموشي نهاية يوليو الماضي إلى السلطات اللبنانية. تنضم إلينا من صيدا مراسلتنا سارة شحادة. سارة، تطلعين إذن على آخر التطورات وحصيلة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وأيضا الأوضاع في صيدا. نعم لينا، هدوء حذر يسود مخيم عين الحلوة وتراجعت حدة الاشتباكات الآن بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة الرشاشة بالإضافة إلى قذائف صاروخية واستخدام القنابل المضيئة للمرة الأولى. الحصيلة الأولية هي 15 قتيل وأكثر من 150 جريح منذ بدء الاشتباكات. تتوزع الإصابات ما بين مستشفى الهمشري، الراعي والنداء الإنساني. تشيع أيضا حركة فتح عددا من عناصرها الذين سقطوا في اشتباكات أمس بعد صلاة العصر في مسجد الغفران في صيدا. في زيارة لافتة لقائد الجيش العماد جوزيف عون، زار صباح اليوم سكنة صغيب العسكرية في مدينة صيدا وهي المتاخمة لمخيم عين الحلوة والتي سقطت فيها أمس قذيفة. اطلع قائد الجيش على مجريات الاشتباكات العنيفة وعقد اجتماعا مع كبار الضباط. طبعا هناك أسئلة عدة يسألها الناس هنا عن مصير هذه الاشتباكات، هل ستنتهي قريبا أم هل سيكون هناك سيناريو شبيه لما حصل في مخيم نهر البارد شمال لبنان في العام 2007، حيث شن الجيش اللبناني هجوما استمر 15 أسبوع من أجل طرد المجموعات المسلحة. أيضا يعني البعض يسأل ما يحصل من توسيع لرقعة الفوضى واستهداف لمراكز الجيش، أيضا هل هو تنفيذ لأجندات خارجية؟ وهذا فعلا ما صرح به المسؤول الإعلامي في حركة فتح يوسف الزريعي بأن هناك قرارا إقليميا خارجيا حرض على إشعال فتيل الفتنة داخل المخيم ومن أجل تنفيذ مشروع تدميري وتهجيري ضد الشعب الفلسطيني. تحديدا بالنسبة لوضع النازحين الذين تصاعدت أعدادهم، أيضا وجهت مدير الأونروا في لبنان دوروسي كلاوس نداء إلى جميع الأطراف من أجل وقف إطلاق النار، وأيضا يعني سارة أعمال العنف هي غير مسبوقة وتدمر المخيم. بالتالي ما مصير الاتفاق الهش يعني الذي كان من المفترض أن يكون بين الفصائل الفلسطينية أو الأطراف الفلسطينية؟ بالفعل يعني لم تصمد الهدنة في عين الحلوة بعد اجتماع فتح وحماس الذي عقد في السفارة الفلسطينية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وتسليم المطلوبين باغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي وأيضا إخلاء المدارس والعمل على تسهيل عودة المهجرين إلى منازلهم. اجتماعات عدة تعقد أيضا من بينها اجتماع بين حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وحركة حماس، أيضا دعوا فيه لوقف إطلاق النار ورفع الغطاء عن المتورطين في هذه الاشتباكات وتسليمهم إلى الجهات اللبنانية. لكن كما ذكرت كل هذه الاجتماعات حتى اللحظة لم تثمر عن توقف الاشتباكات، كل هذه الاجتماعات لم تثمر عن توقف الاشتباكات. حتى أيضا يعني اجتماع أمس في السراي الحكومي بين القيادات اللبنانية والفلسطينية، يعني ننتظر اليوم ما سيستجد من تطورات في مخيم عين الحلوة. شكرا لك سارة شحادة على كل ما أفدتنا به، كنت معنا من صيدا.